وهل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم في الطائرة؟ لا، ما يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. للحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث عام في الطائرة والسيارة والبعير وعلى القدم، الحديث عام، لا يحل للمرأة السفر إلا بمحرم. نعم.